حصيلة ثقيلة لحوادث المرور منذ بداية شهر رمضان، سجلت فيها مصالح الحماية المدنية أزيد من 600 تدخل، خلف 29 حالة وفاة و807 جرحى. السبب في أغلب الأحيان يعود إلى عوامل السرعة المفرطة وقلة النوم والتركيز. الحماية المدنية تحصي أرقام غير مريحة ومقلقة نوعا ما، لا سيما خلال 5 أيام الأولى من الشهر الفضيل، أين تم تسجيل ما يفوق عدة حوادث مرور لخسارة الحماية المدنية أكثر من 600 تدخل خلال هذه الأيام. للأسف نقف على حصيلة نوعا ما ثقيلة، 29 حالة وفاة و807 جريح مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم وتكفل بهم ثم نقلهم من المستشفيات. أما فيما يخص الوفيات فالوفيات التي سجلت في عين المكان، يعني كان هناك وفيات سجلت في المستشفيات من جراء الجروح الخطيرة والبليغة. فقط خلال 48 ساعة الأخيرة، يعني من الخميس إلى صبيحة السبت، نقف على للأسف 16 حالة وفاة و288 شخص مصاب بجروح متفاوتة الخطورة. مصالح الدرك الوطني هي الأخرى سجلت عدة حوادث حصدت أرواح المواطنين، غالبيتها يحدث ساعات قبيل وقت الإفطار. إذا سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص منذ بداية شهر رمضان إلى يومنا هذا وقوع 104 حوادث، خلفت هذه الحوادث للأسف الشديد وفاة 33 شخص وإصابة 114 شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. إذن الأسباب المؤدية إلى هذه الحوادث مختلفة من حادث إلى آخر، حيث نجد السرعة على رأس الأسباب العامة المؤدية إليها. أرقام مخيفة وحصيلة مرتفعة لحوادث المرور خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم تخلف الكثير من المآسي والخسائر تسببها السرعة والتجاوزات الخطيرة، ويلعب فيها السائق دورا أساسيا، لذا وجب أخذ الكثير من الحيطة والحذر.